معكم الاخ مهر مقبولية مع امنية. ايش تقدمها لكم؟ اشتغل مع الصوماليين زهر بس رجع ملياردير وتوب كيف؟ وابني جامع. ارجع 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 ابني جامع، يعني جامع من الحرام. تعرف الجامع يشتك تكدبه كد بيدك مش شاتو مالي انا شاتو ايش من تتوب هو على حاجة حرام؟ كيف حرام؟ ترى ندعي حرام اذا كان الدنيا كلها مقفلة تقعد في بيتك تصلي خير ما تصير تعمل محرمات. خلاص اروح باكستان، جاهد باكستان وشو اللي لي 8 طن حشيش وبيعوا لي انا. جزاية حق الجهاد. الجهاد عند الله مش هنا، يعني الجهاد جزاك عند الله حسنات. خير من انك تهز 2 كاس حشيش وترجع. يا رب ما عمل. اقول لك انك تعمل يعني احسن مما تعمل جامعه ولا تقعد تصلي في الدار خير، وتنتبه لابوك وامك و وهذاك خير. كيف تبغى هذا ويبرون صبري حب روح هذي أمي بعد أبوه. ولا عيد عجز وبعد احتجنا. لا قدر أتزوج وأجيب مرتين تعاونهم. ما لا قدر أجيب ولد وخليك يعاونهم. وش عرفك إنك ما أنت تمشي باكستان ومدري تموت وتحيا وتهذي. ما قدر ذاك الموضوع قديم. كيف؟ موضوع جديد. ما هو الموضوع جديد. لا ذاك يعني خلاص موضوع ديسكسيون تناقشنا قبلت إيه. زين ايش حتى مبلغ من الاخر من الاخر من الاخر نتزوج لنا نكمل نصف ديني صحيح هذا هو الاساس. ايوه ومن بعد نمكش في الدار ترى من دون جهاد من دون حاجه على كل باش جاهز راح اشتغل انا راح جاهد ضروري جاهد جاهد مش الجهاد الا في سبيل الله يعني في القتال. انا قاعد اتعلم الان شو شغلك؟ انا قاعد اتعلم تمام. هذا العلم حقيقي ان شاء الله اعطيه للناس. صحيح هذا زاد من الجهاد، يعني انت في سبيل الله تو في هالوقت انت في سبيل في الله في من خرج في سبيل الله يعني في سبيل الله وتشيل راح كمان في سبيل سبيل الله من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع تمام. يعني انت في سبيل الله بس يلزمك تصلي ما تحرم في سبيل الله وكل الروح كل ما تكون تشوف بنيات ما تقول شو كنقول استغفر الله العظيم ما توب الى استغفر الله العظيم ما توب الى مشكله ولو كنت تذنب مش مشكله تذنب المشكله انك يعني ما تستغفرش وقول استغفر الله العظيم ما توب الى قبل ما تذنب وقول استغفر الله العظيم ما توب الى فهم؟ انا عشان خلصت انا قاعد ما عشان فهم قصت لا لا ما حد يتوب الا في البلد. وش رايك تتوب يعني ما تكون تخسر حاجه لا استغفر الله ما تتوب هكذا كلمه على الماجي. والله عادي مش مشكله نحاول بس من قلبك مش انه لا نحاول قول استغفر الله ما تتوب طيب اما مش نحاول ما مش حاجه شو صعبه. يا ربي معك ان شاء الله انت زينه. نتزوج 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 من هنا. ايش رايك؟ ايش رايك؟ والله اشوف لك بنت محجبه هذا باي نورمال. ايوه اهم شيء انها تكون خلوقه وتصلي ومش صايعه من حق بنات الشوارع. انت واحده المانيه يا اخي الله يقلعك. بدل ما تروح تنام بدل ما تروح هذاك بزنسها تدخل لها بالجول ايش يجي لك والله. يا صل على النبي. انا حرام لو تزوج المانيه لا تكرهك الحياه. لا 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 فما الحين عقلية صريضية مع الألمانية. أنا بخسر فلوس كبار شان. هاي ربي معك. أه. بعد الأخير. أخير.